طيب مباراه الاهلي وانبي في الدوري العام مباراه مهمه جدا. النادي الاهلي لعب 21 مباراه في الدوري، فالفتره اللي جايه هيبقى فيه عدد من المباريات المؤجله، من ضمنها مباراه انبي بكره ان شاء الله، اولى هذه المباريات. والثلاث نقاط اكيد هيكون هدف للجهاز الفني لحاجات كتيره جدا. اولا يوسع فرق النقاط مع اقرب المنافسين فريق بيراميدز، يذهب الى نهائي افريقيا ويكون الامور المعنويه والحاله المعنويه جيده جدا، فارق نقاط في الدوري، تلعب نهائي افريقيا وانت متصدر الدوري وتركيزك يكون وقتها على نهائي افريقيا. النهارده التدريب الاخير والرئيسي قبل الدخول في معسكر مغلق، لذلك كل التفاصيل هنعرفها من خلال زميلنا كريم احمد اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره وقريبا بالتاكيد من ملعب التتش عشان نعرف منه كل التفاصيل المتعلقه بتدريب الفريق. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك في البدايه وتحياتي لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اخر اخبار الفريق والتدريب الرئيسي النهارده، وانا عارف ناس كتيره بتقعد بقى تمسك الورقه والقلم، مين ممكن يريح، مين ممكن يلعب اساسي، هل كولر هيفكر في راحه العناصر الاساسيه؟ يعني من قربك كده من الاحداث وقربك من فريق الكوره، كيف يخطط الجهاز الفني للمباريات الثلاثه المقبله؟ انبي، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، وده اول مباراه محليه بعد المشوار الافريقي خلال الفتره الاخيره. بالتاكيد يا محمد، طبعا يعني مباريات صعبه جدا والانطلاقه لابد تكون مميزه، يعني بقى لنا فتره كبيره جدا بعيد عن بطوله الدوري العام، عشان كده المجهود الكبير اللي بيبذل من الجهاز الفني، من الجهاز الاداري، تجديد الدوافع، المعنويات المرتفعه اللي بناكد عليها في كل مره الحقيقه مع لاعبي النادي الاهلي، محتاجين البدايه تكون موفقه لان انت عندك ثلاث مباريات في وقت صعب وضيق جدا. التدوير مهم جدا الحقيقه لمستر كولر، وده اللي بياكد عليه ان احنا ممكن نشوف عناصر ما بتشاركش خلال الفتره اللي فاتت، هنشوف على مدار الثلاث مباريات القادمه منها طبعا يدي يعني التقاط الانفاس شويه لبعض اللاعبين اللي يمكن بيقوموا بدور ومجهود كبير جدا، وفي نفس الوقت الراجل بيحاول ان هو يشرك كل اللعيبه، عنده مقياس كولر اللي بيجتهد في التدريب لابد يكون ياخد فرصه، لكن الراجل محكوم برده بيحاول يركز بشكل كبير جدا على العناصر اللي بتخوض المباريات المتتاليه. التوب فورم ما بيجيش بسهوله محمد، انت عارف طبعا يعني اما لعيب بيوصل للتوب فورم ده بالجهد الكبير وبالتركيز وبالمعنويات ان هو كمان محافظ على مستواه، عشان كده الحقيقه يعني بنوجه كل الشكر والتقدير والتحيه لمستر كولر، لان بنشوف لعيبه بشكل مميز جدا بتظهر في التدريب بنشوفها في المباريات بتكون نفس المستوى، عشان كده ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين في الاختيارات باذن الله. مباراه انبي مباراه مهمه جدا غدا في الجوله 29 على استاد القاهره، فيها التساعد ونصف مباراه ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. على الجانب الاخر ايضا كمان يعني تامر مصطفى المدير الفني لانبي، انت عارف طبعا اي فريق يا محمد بيلعب النادي الاهلي هي مباراه كاس، التكتلات الدفاعيه، الخطوط المتقاربه، تضييق المساحات، امور يعني بتكون وارده بشكل كبير جدا في كل المباريات اللي بينها النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله تكون السيناريوهات مستر كولر فيها اتقان كبير جدا، ياسين المكاري يكون قدر ان هو يحلل بشكل كبير وقدر ان هو يستخلص كل نقاط القوه والضعف لمستر كولر على ترابيزه طبعا المحاضرات، امور عديده جدا بيتناولها مستر كولر سواء عملي او نظري. يمكن النهارده كمان الجو كان صعب جدا يا محمد، امس درجه الحراره كانت صعبه، التدريب كان خمسه لعيبه يمكن الحقيقه شعرت بجهد كبير رغم الجديه والحماس الكبير جدا في تدريب الامس، لكن النهارده يمكن مستر كولر بيحاول ياخر التدريب شويه عن ميعاده في تمام الخامسه، لان ايضا كمان درجه الحراره صعبه شويه على اللاعبين، الراجل بيحاول ان هو يعني ما يهلكش اللاعبين في هذه الاجواء على قد ما يكون الجرعه التدريبيه مكتمله وفيها استفاده بشكل كبير جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. لكن في نقطه مهمه يمكن ثلاث لاعبين هنطمن عليهم ان شاء الله من خلال التدريبات بعض المعلومات طبعا محمد، بالنسبه للمنعم والشحات وكهرباء، يمكن يعني كهرباء بيشتكي من اجهاد بسيط جدا اجهاد عام، هنطمن عليه ان شاء الله النهارده في التدريب. ايضا كمان حسين الشحات بعض الالام في السمانه، كل الامور دي طبعا مش هنجزم بيها ان اللعيبه مش هتكون داخل القائمه على ان يكون اللاعبين في التدريب، هنقدر من خلال التدريب محمد نشوف ونقيم اللاعبين في التدريب هياخدوا جرعه كامله تدريبيه ولا هيكون في راحه للاعبين. زي ما قلنا عارفين في تدوير، لكن في بعض العناصر محتاجين نعرف جاهزيتها لان اي اصابات هتبقى في يعني مقلقه شويه للجهاز الفني، لان انت بتفقد الشناوي ومش عايزين نفقد اي لاعب من لاعبي النادي الاهلي. ايضا كمان منعم كدنا كده في الكاحل، الراجل يمكن اشتكى منعم للجهاز الطبي، كل الامور دي النهارده في اختبار طبي للثلاث لاعبين، فيا رب ان شاء الله نطمن عليهم في التدريب النهارده. اكيد بالتاكيد التدريب هيكون مهم جدا للاعبي النادي الاهلي، التركيز مطلوب، الامور الاعتياديه بالنسبه طبعا للتحضيرات لمستر كولر مهمه جدا، اللاعبين ورغبتها وهدفها ان هي ترجع لسلسله الانتصارات ده امر مهم جدا، اللاعبين الكبار دورهم مهم الحقيقه، مرحله مهمه وصعبه جدا يا محمد، لكن ان شاء الله باذن الله لاعبتنا رجاله كالعاده وعلى قدر المسؤوليه بشيئه الله يا محمد. طيب كريم، عشان نقول بس خبر للناس، هو التمرين كان الساعه 5 بس تم ترحيل ميعاده للساعه 7:30 عشان درجه الحراره والاجواء والرطوبه، عشان ما يكونش فيها تاثير بدني على اللاعبين، في ظل طبعا المباراه بكره اصلا هتتلعب 9:30 بالليل، فما فيش يعني فكره ان تتمرن الساعه 5 عشان ما يبقاش فيه اجهاد او تعب اكتر على اللاعبين في ظل ضغط الماتشات
عشان كده الفريق او الجهاز الفني خلى التمرين الساعه 7:30. بالتاكيد يا محمد طبعا يعني بناكد على هذه المعلومه. يمكن عايز اقول لك الفتره دي يمكن درجه حراره صعبه شويه والشمس في التتش الحقيقه يعني بتقابل صعوبه شويه مع اللاعبين. هي اجواء طبعا كلها بنقابلها في افريقيا، لكن انت في مرحله بنحتاج ان انت تريح اللعيبه بشكل كبير، يكون الجو مقبول شويه، درجه الحراره تنزل شويه، يكون في يعني زي ما بنقول نسمه هواء بسيطه جدا. فان شاء الله يعني مع تقارب الساعه القادمه درجه الحراره تقل شويه وينطلق مران فريق النادي الاهلي اللي بنتمنى تكون جرعه تدريبيه قويه. لاعبتنا لابد يكون في حفاظ على الجميع، لان مش عايزين نفقد اي حد مش في الثلاث مباريات دول القادمين بس، بالفتره اللي جايه كلها مرحله مهمه وصعبه جدا. منتظرين ان شاء الله تدريب فريق النادي الاهلي يكون في تمام السابعه، ومنها مباشره كالعاده طبعا زي ما النادي الاهلي معودنا عقب انتهاء المران يتوجه النادي الاهلي الى المعسكر المغلق اللي بيكون طبعا معروف 24 ساعه قبل المباراه، ومنها ان شاء الله للمباراه اللي بنتمنى ان شاء الله من فريق النادي الاهلي وجهازه الفني تكون اداء ونتيجه من نصيب النادي الاهلي. وكده كده يا كريم الفتره الجايه كل الماتشات بالليل، هتلعب في القاهره 9:30، حتى لما تسافر المغرب هتلعب الساعه 8 بالليل بتوقيت الدار البيضاء، فانت مش محتاج تمرين الصبح. فكره العصر واجواء صن داونز والامور دي خلاص ما بقتش محتاجها، فانت اكيد محتاج تريح اللعيبه قدر الامكان عشان الرطوبه والحراره في ظل احنا يبدو ان احنا داخلين على فصل صيف ساخن جدا الفتره الجايه. صح محمد جدا طبعا نقطه مهمه، يعني الجو العام طبعا مباراه البطوله الافريقيه بنقابل صعوبه ورطوبه وحاجات امور عديده جدا الحقيقه للنادي الاهلي، لكن انت خلاص داخل في مرحله كل المباريات مساء الجو بيكون مختلف بشكل كبير جدا عن الجو صباحا. فالراجل خلاص يمكن في خطوه مهمه جدا، بدا مع الثلاث مباريات القادمه الساعه 7 يكون تدريب فريق للنادي الاهلي. الامور بتكون بالنسبه لمستر كولر فيها جزء علمي كبير جدا، فيها القياسات المهمه جدا الحقيقه للراجل. يعني اي حد يا محمد بيكون بيبذل مجهود كبير في التدريبات وفي المباريات في قياسات في امور عديده في فايل طبي لكل اللاعبين، عشان كده الاختيارات بتكون موفقه سواء اختيارات التدريبات او ايضا كمان اختيارات دفع اللاعبين الجرعات التدريبيه، امتى اللاعب ده ياخد جرعه تدريبيه زياده، امتى اللاعب ده يزود. عشان كده بنقول القرارات المهمه جدا لمستر كولر بتنجح المنظومه بالكامل، مهما كانت الغيابات، مهما كانت الاصابات، مهما كان لعيب مش متواجد بيلعب مش في مكانه، مهما كان لعيب ناس بتسال عليه هو مش متواجد ليه، هي رؤيه فنيه لمستر كولر الحقيقه، وهو كسبان في هذه الرؤيه بالاداء وبالنتيجه وبالاستمراريه الكبيره جدا. بنعمل ان شاء الله باذن الله استمراريته لمستر كولر تكون ممتده بمشيئه الله حتى نهايه الموسم من ثلاث مباريات القادمه في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه، اللي ما فيش حد طبعا في النادي الاهلي بيتكلم على هذا الامر في هذا التوقيت سواء اللاعبين او الجهاز الفني. هو تركيز كبير جدا يا محمد في مباراه انبي وليست مباراه طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، ده اللي معودنا عليه اللاعبين والجهاز الفني. مباراه هي الاهم، المباراه القادمه بتخلص المباراه بتفكر في اللي بعدها، لكن 9 نقاط مهمين جدا لفريق النادي الاهلي في مشوار بطوله الدوري العام. يعني واحده واحده كده زي ما بنقول خطوه خطوه، ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه من غد من مباراه انبي، يستطيع النادي الاهلي بمشيئه الله ان يعود لسلسله الانتصارات يا محمد باذن الله. الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات بخصوص الفتره اللي جايه وتمرين الفريق اللي اتغير ميعاده من 5 ل 7:30، وان شاء الله نتمنى التوفيق في مباراه انبي غدا في الدوري العام.